بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتراجحات من الدرجة الثانية للأولى ثانوي رقم واحد، حيث قال حل في R يعني مجموعة الأعداد الحقيقية المتراجحات التالية. قال 2x زائد 4x ناقص 6 أقل أو يساوي 0. ب قال ناقص x مربع زائد 10x ناقص 25 أكبر أو يساوي 0. قال x مربع ناقص x زائد 4 أقل تماما من الصفر. إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصل. إذا ننطلق في المثال الأول. إذا نكتب هنا كعنوان حل المتراجحات في ماذا؟ في R. أولا أبنائي نقول أولا لحل متراجحة من الدرجة الثانية. لماذا سميت درجة ثانية؟ انظر الإكس هنا درجته ثانية. لحل متراجحة من الدرجة الثانية ندرس إشارة العبارة. لاحظوا جيدا، إذا قلنا نحن متراجحة مكتوبة من الشكل AX مربع زائد BX زائد C، هذه العبارة اللي هي هذه سوف ندرس إشارتها ونعين جدول الإشارة، ثم نأتي لتعيين الحلول كما نريد. إذا أولا نأتي بهذه العبارة التي أعطيت لنا، نحسب المميز لها. لاحظوا جيدا، نحسب هذه المميز، أن نحن نعلم أن المميز يساوي لنا ب مربع ناقص 4 في A في C. ال A هنا العدد المضروب في الإكس مربع اللي هو 2، والB هو العدد المضروب في الإكس اللي هو 4، والC هو ذلك الأحزاب الذي هو ناقص 6. فيصبح يساوي لنا كم؟ الB قلنا هو 4 لما نربع يصبح لنا 16، ناقص 4 في ال A هو 2 في C هو ناقص 6. وتصبح لنا كم؟ تصبح لنا 16، والناقص والناقص تصبح لنا زائد، هذا في هذا 8، 8 في 6 48 تساوي لنا 64. بما أن 64 قيمة موجبة، إذا دال تعطينا 64، فإن جذره يكون هكذا تساوي لنا كم؟ 8. إذا تصبح لنا لهذه العبارة جذران، لا نقول حلًا لأن نحن نتحدث عن متراجحة. إذا بما أن لها جذران فتقول القاعدة إكس واحد يساوي لنا ناقص ب ناقص جذر دالتا على 2 أ، يصبح لنا الب هو قلنا هو الأربعة مع الناقص يصبح لنا ناقص 4 ناقص جذر دالتا، جذر دالتا ها هو 8، ناقص 8 على 2 في أ، الأ ها هو أمامكم اللي هو 2، فتصبح لنا إكس واحد يساوي لنا ناقص 12 على ماذا؟ على 4 ويساوي لنا ناقص 3. هذا الجذر الأول، لم أقل الحل الأول إنما الجذر، بعدها سوف نعين الحلول. يصبح لنا x2 يساوي لنا ناقص ب زائد جذر دالتا على 2a، تصبح تساوي لنا ماذا؟ الب هو الأربعة يصبح لنا ناقص 4، ناقص جذر زائد جذر دالتا، جذر دالتا هو 8 يصبح لنا زائد 8 على 2a على 2 في 2 اللي هي 4، تصبح لنا 4 على 4 ويساوي لنا 1. إذا جذور هذه العبارة هي كم؟ هي الناقص 3 والواحد. بعدها أبنائي ماذا نعين؟ نعين جدول الإشارة. جدول الإشارة هو الذي يحدد لنا حلول هذه المتراجحة بماذا؟ بأبسط طريقة ممكنة. لاحظوا، إذا جئنا إلى هذا، عفوا، إلى جئنا إلى تعيين جدول إشارة تلك العبارة التي أعطيت لنا، وبعدها سوف نعطي الحلول التي نريد بأبسط طريقة ممكنة. ركزوا هنا أرجوكم، إذا قمنا هذا، لاحظوا نقطة نقطة أبنائي ولا نتعجل فيما يخص الحساب. إذا عندنا قلنا إكس عندنا من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، ما العبارة ما هي؟ العبارة قلنا إنها هي هذه، انظروا جيدا، هي هذه العبارة، سوف نضعها في هذا الموضع اللي هي 2 إكس مربع زائد 4 إكس ناقص 6. قلنا أين تنعدم؟ العبارة تنعدم عند الناقص 3 وعند الواحد. نقول هنا تنعدم، هذا رمز معناه أنه لما هذا الناقص 3 يأتي إلى هنا وهنا تصبح العبارة كم؟ تصبح صفر، حتى تفهموا هذه الرموز لماذا وضعت. الآن نقول بما أن العبارة من الدرجة الثانية، أرسم لكم شخصا هكذا بسيط حتى تفهموا جيدا. تقول القاعدة إذا فتح يديه يقول النفس، ويفتح يديه من هنا ويقول النفس. نفس ماذا؟ نفس القيمة المضروبة هنا اللي هي
الاثنان ما هي اشارتها؟ هي زائد، اذا يقول هنا بالداخل بالخارج نفس، اذا لما يفتح يديه قلت نفس، بالداخل اكيد سوف يصبح عكس. يقول احدكم يا استاذ واذا كانت هنا ناقص، فتصبح له هنا ناقص نفس وهنا نفس وهنا عكس، حتى تفهموا اشاره عباره. الان بعدما انهينا قمنا بتحديد الان اشاره هذه العباره، نلاحظ اذا نقول من الجدول نجد حلول المتراجحة. المتراجحة ما هي المتراجحة التي أعطيت لنا؟ هي هذه يا أبنائي، لاحظوا إنها أقل أو يساوي من الصفر. ما معنى أقل أو يساوي؟ معنى تبحث عن القيم السالبة. القيم السالبة ها هي الناقص، من أين؟ من هنا إلى هنا. فنقول S اللي هي الحلول تساوي لنا ماذا أبنائي؟ تساوي لنا كمجال اللي هو من ناقص ثلاثة إلى غاية الواحد، لأنها تبحث عن القيم السالبة. لو أعطيت لنا 2 إكس مربع زائد 4 إكس ناقص 6، قال أكبر مثلا تماما من الصفر، لم يقل أكبر أو يساوي، فتصبح تبحث عن القيم الموجبة من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا. فنقول S يساوي لنا من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص 3 مفتوح، لأن قال أكبر تماما، اتحاد من الواحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية، هذه هي حلول. أما إذا قال أكبر أو يساوي، فنغلق هذا المجال من هنا ونغلقه من هنا فقط يا أبنائي. لاحظتم؟ هذه هي الحالة الأولى. نأتي بعدها أبنائي إلى الحالة الثانية، لاحظوا اللي هي ناقص إكس مربع زائد 10 إكس ناقص 25 أكبر أو يساوي الصفر. قلنا أولا نقوم بحساب أو ندرس إشارة هذه العبارة التي أعطيت لنا. إذا نقول هنا إشارة ماذا؟ إشارة العبارة التي أعطيت لنا اللي هي هذه. أولا نحسب المميز، دالتا يساوي لنا بي مربع ناقص 4 في أ في سي. البي الأ، أولا الأ هو الناقص واحد، البي هو العدد المضروب في الإكس اللي هو 10، والسي هو الأعزب اللي هو ناقص 25. فأصبح لنا دالتا يساوي لنا 100، إذا 10 مربع اللي هو 100 ناقص 4، لأن هذه لما تربع تصبح لنا 100 ناقص 4 في ناقص 1 في ناقص 25. لم أفعل شيء، كل واحد حملته بإشارته، فتصبح تساوي لنا 100 ناقص في ناقص في ناقص يصبح لنا ناقص، ناقص في ناقص هذا يصبح لنا زائد، ثم في ناقص يصبح لنا ناقص، يصبح لنا 1 في 4 هو 4 في 5 تصبح في 25 تصبح لنا 100، فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا صفر. إذا تخيل الآن المميز يساوي لنا كم؟ يساوي لنا صفر. بما أن المميز يساوي صفر، نقول للعبارة ماذا؟ جذر كيف هو؟ مضاعف. ما هو هذا الجذر المضاعف؟ هو إكس صفر يساوي لنا قانونيا ناقص ب على 2 أ. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ لأن الدالتا قلنا صفر، إذا يبقى لنا ب، لأن الدالتا ولو عوضنا هنا بجذر صفر هو صفر، إذا يبقى لنا ب، فتصبح لنا تساوي البي ها هو أمامكم، هو ناقص، هو 10 مع ناقص القانون هذا، تصبح لنا ناقص 10 على ماذا؟ على 2 أ، على 2 في ناقص 1، تصبح تساوي لنا 10 على 2، لأن الناقص هذا يذهب مع هذا، تصبح لنا 5. هذا هو الحل إكس صفر. الآن ركزوا جيدا أبنائي كيف تصبح هذه العبارة. إذا ناقص، ركزوا، ناقص إكس مربع زائد 10 إكس ناقص 25، هذه ما هو تحليلها الآن؟ ما هو قلت تحليلها؟ تحليلها هو أن تساوي لنا أ، هذا اللي هو ناقص 1 في إكس ناقص الحل الذي وجدناه ها هو. ركزوا جيدا، إذا ها هو الحل هو ناقص 5 في، هذه كلمة حل المضاعف، في إكس ناقص 5 وتساوي لنا ناقص في إكس ناقص 5 مربع. يقول أحدكم في هذا المكان لو كان 2 يا أستاذ، نكتب هنا 2 هكذا حتى تفهموا. الآن لو نعود ونقوم بنشر هذه العبارة أكيد سوف نجدها العبارة الأولى. تعالوا نجرب حتى نلاحظ هل نحن على صواب أم لا. تصبح لنا تساوي ناقص في مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد مربع الثاني، ثم ندخل عليهم الناقص، هذا الناقص يدخل هنا وهنا وهنا، تصبح لنا ناقص إكس مربع زائد 10 إكس ناقص 25. إذا التحليل الذي وجدناه إنه صحيح، انظروا بأم عينكم. الآن ماذا نفعل يا أبنائي؟ نأتي ونعين ماذا؟ جدول كذلك
إشارة من ذلك الجدول إشارة، سوف نخرج الحلول بطريقة بسيطة. لاحظوا جيدا، هكذا، عفوا قلت هكذا وهكذا، لاحظوا وهكذا، ننتبه نقطة نقطة كي نتعلم. عفوا، إذن هكذا، وعندنا هنا هكذا. إذن ماذا نقول؟ تصبح لنا اللي هو إكس من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية، هذه العبارة هي نفسها هذه العبارة، يعني لم أفعل شيء، فنكتبها هنا ناقص في إكس ناقص 5 الكل مربع. أولا عند ماذا انعدمت الإكس صفر كم وجدنا؟ وجدنا 5، نكتب هنا 5 هكذا تنعدم عندها، عوض هنا بخمسة تصبح 5 ناقص 5 هو صفر. الآن لكن ننتبه، تقول القاعدة إشارة هذه العبارة بما أنها مربعة والمميز يساوي صفر، إشارتها من إشارة هذا العدد الذي يكون هنا، يعني إشارتها هنا هذا ماذا؟ ناقص، إذا نضع هنا ناقص وهنا ناقص. الآن بما أن وضعنا ناقص، مهما كان هي ناقص، خذوا أي عدد وربعوه يصبح موجب ونضربه في ناقص يصبح لنا سالب، هكذا حتى تفهموا. واحفظوا كذلك إذا كان المميز يساوي صفر فاعلموا أن المتطابقة الشهيرة إما الأولى إما الثانية، هذه إنها المتطابقة الشهيرة الثانية وسبقت بناقص، فما فهذه المترجعة على ماذا تبحث؟ تبحث على القيم الموجبة، انظروا جيدا، لأن هذه تصبح مكتوبة إكس ناقص 5 الكل مربع أكبر أو يساوي صفر، لأن هذه القيمة هي نفسها هذه القيمة. بما أن الآن الجدول فيه ماذا؟ الجدول يحمل إلا الناقص، وهي تبحث على القيم الموجبة، ما هي القيمة الوحيدة؟ بما أن هنا أكبر أو يساوي، فيصبح لنا القيمة الوحيدة التي تحقق لنا هذه القيمة هي الخمسة فقط، هي إلا الخمسة، وعوضوا ما شئتم، عوضوا هنا بخمسة، 5 ناقص 5 صفر، صفر أكبر أو يساوي صفر. أما لو نأخذ أعداد أخرى فسوف تعطينا ماذا؟ أعداد سالبة. الآن يقول أحدكم وإذا عكست هكذا يا أستاذ، فتكون مجموعة الحلول تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية، كل الأعداد الحقيقية R، خذوا أي عدد هنا سوف يعطي لكم السالب. يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كانت أصغر هكذا، أصغر تماما، أصغر تماما معنى كل القيم تحقق ما عدا كل يعني R ما عدا القيمة التي عدمت اللي هي 5، حتى تفهموا جيدا إلى هذه الأمور لأنها جد مهمة. يقول أحدكم لم أفهم، قلنا بما أن هذه القيمة هي قيمة موجبة تماما وسبقت بناقص، والمترجعة تبحث إلا عن القيم الموجبة، انظروا والجدول هنا ملئ إلا بالناقص، قيمة واحدة التي تحقق لنا، قيمة قلت واحدة هي التي تحقق هي ذلك القيمة التي تعدم. تخيلوا كذلك لو جاءتنا هكذا ناقص إكس مربع زائد 10 إكس ناقص 25 أكبر تماما من الصفر، فهنا مجموعة الحلول مهما كانت هي مجموعة خالية، لأن مهما كان هذه القيمة هي تنعدم أو أصغر من الصفر، والمتراجعة بحثت إلا على القيم الموجبة تماما، لا توجد قيم هنا أصلا موجبة في هذا المجال، إذا مجموعة الحلول تصبح لنا مجموعة خالية حتى تفهموا جيدا. نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الآخر، قال إكس مربع ناقص إكس زائد 4. إذا نقول ندرس إشارة ماذا؟ إشارة إكس مربع ناقص إكس زائد 4 على R، أكيد على مجموعة الأعداد الحقيقية. أولا هنا بما أن نحسب مباشرة المميز، المميز الذي يساوي لنا ب مربع ناقص 4 في A في C، يساوي لنا البي، ها هو البي، انظروا إنه ناقص واحد، فيصبح لنا ناقص واحد مربع ناقص 4 في الأ، ها هو الأ، إنه واحد في السي كم هو 4، فتصبح لنا 1 مربع هو 1 ناقص 16، تصبح تساوي لنا ناقص 15، 15 هكذا أقل من الصفر. نقول لا يوجد جذور للعبارة، ما هي العبارة اللي هي إكس مربع ناقص إكس زائد 4، هذه بما أن يعني الدالة معناها لماذا؟ لأن لا يمكن وضع الناقص 15 تحت الجذر، لهذا نقول لا يوجد. فإن إشارة ماذا؟ إشارة العبارة اللي هي إكس مربع ناقص إكس زائد 4 من إشارة العدد المضروب، عفوا المضروب في إكس مربع، العدد المضروب هنا في إكس مربع ها هو اللي هو واحد، واحد أكبر من الصفر، وهي الآن على ماذا تبحث؟ انظروا
هي تبحث عن ماذا؟ عن القيم السالبة. أولا اللي هي x مربع ناقص ناقص x زائد 4 هي قيمة موجبة. انظروا، لأن قلنا إشارتها من إشارة العدد المضروب في ال x مربع هنا كما أشير باللون الأسود. إذا هذه القيمة إنها موجبة، والمتراجعة على ماذا تبحث؟ تبحث على القيم السالبة، فتصبح لنا مجموعة الحلول هي مجموعة خالية، لا يوجد أي قيمة نعوضها هنا فتعطينا قيمة سالبة. تخيلوا لو المتراجعة قلبت هكذا، ما هي مجموعة الحلول؟ لاحظوا إلى الآ هنا كيف هو موجب، وهي تبحث عن ماذا؟ عن قيم موجبة، فتصبح لنا مجموعة الحلول في هذه الحالة لو قال أكبر ثمن لقلنا إنها R، يعني كل الأعداد الحقيقية مهما كانت تعوض في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذه القيمة موجبة وهي تبحث عن القيم موجبة، فالتقاطعهم يعطي لنا R يا أبنائي. لما تكون قلت المميز موجب، لاحظوا سوف أعيد، إذا كان المميز سالب، المميز كيف هو؟ سالب، والإشارة القيمة المضروبة في الإكس مربع موجبة وهي تبحث عن القيم الموجبة، فمجموعة الحلول هي R. أما إذا كان المميز سالب، المميز مثل حالتنا هذا سالب، وهي تبحث عن القيم ماذا؟ السالبة، وهذا موجب، فإنها ماذا؟ فإن مجموعة الحلول تعطينا مجموعة خالية. أما إذا كان هذا دالتا سالب، هنا سالب وهذا سالب، مثل ما هكذا هذا سالب، إذا فإن وهي تبحث عن السالب، فتصبح لنا مجموعة الحلول هي R. حتى تفهموا كل هذه الحالات فقط، احفظوا هذه الكلمات اللغوية التي نطقتها، منها سوف تفهمون كل حلول المتراجعات. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.